إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوين بالدارجة. اليوم إن شاء الله نتكلموا على المعدن النفيس ونشوفوا آخر التطورات والحركات السعرية والأسعار المرتقبة خلال الأيام والأسابيع القادمة إن شاء الله. إخواني أخواتي، أنتم كما كتشوفوا يعني أن حد الآن تقريبا إلى شفنا من أعلى قمة تقريبا هنا آخر قمة هنايا، أن تقريبا واحد 17 ولا 18% ديال التصحيح. في مارس 2022 كنا تجاوزنا قمة 2000 دولار، وبعدها كان واحد تصحيح وتصحيح قوي تقريبا، يا ولو أن ممكن نقوله بأنه هوريزونتال، حتى وصلنا لمنطقة 1680. اخواني اخواتي، كما كتشوفوا هاد الشهرين الاخيره يعني التقارير اللي كانت عندنا ديال الولايات المتحده الامريكيه، لا سعر تضخم ولا ارتفاع الفائده ادى الى سقوط الذهب وصعود الدولار. كما كتشوفوا هنايا تقريبا السعر ديال 1680 هو اللي ارتكز عليه، ومن بعد كان عندنا هنا واحد الباونس. الى رجعنا نشوفوا تقريبا قبل سنه شنو كان عندنا هنايا، كما كتلاحظوا معنا الان عندنا واحد المقاومه هنايا كانت قويه 1680، وهي اللي كنشوفوها تقريبا من 1 جويلية، يعني تقريبا 3 ولا 4 ديال الاشهر بعد قرار الاغلاق ديال اللي جنب بعد كورونا. وانتم كما كتشوفوا بان يعني اسعار الذهب ارتكزت دائما على هذا السعر هذا، لهذا كنا شفنا واحد الباونس هنايا قوي قبل تقريبا بضعة أيام. وهنا اللي شفنا نشوفه تقريبا شحال صعد الثمن ديال يعني تقريبا انه واحد 7%. هذا كيعني لنا اخواني اخواتي بان كما كنعرفوا الان بزاف ديال الدول ويعني والبنوك المركزيه ديالها فانها يعني تكثر من الاحتياطي الذهب، لان هذا راجع للازمات الاخيره اللي كيشهدها العالم، ولهذا ف يعني تقريبا فين ما غادي يكون عندنا شي انخفاض لي قوي فدائما هناك يعني مستثمرين الذين عندهم استعداد باش يشريو من هذه المناطق هذه. كما كنشوفوا الا شفنا هنايا الفريم ديال 4 ساعات، كما كتشوفوا هنايا يعني بعد ما وصل السعر تقريبا الواحد تقريبا 1800 دولار، ان هنا تقريبا واحد المقاومه، وكان هنايا واحد يعني كان هنا واحد تصحيح كما كنشوفوا هنايا الان، يعني التوقعات في الايام ولا الاسبوع القادم يقدر نشوفوا يعني واحد الحركه فقط يعني هوريزونتال، يقدر تكون غادا نحو الاسفل. كنبغي نعاود نقولوا بان هذه المناطق هذه مناطق 1680 دولار فهي كتشكل واحد المنطقة يعني منطقة جيدة وجيدة جدا يعني للدخول في سوق الذهب. الشيء اللي نبغي نأكد عليه يعني هناك نية لزيادة الفائدة في الشهر القادم، لهذا السبب يمكن نعاود نشوفه بأن واحد يعني واحد النزول، ما كنرجحش بان النزول يكون قوي، ولكن ربما يقدر يكون عندنا عاوتاني نعاود نتيستيو هذه المقاومه هذه اللي هنايا، يمكن نتيستيو عاوتاني هذه المقاومه اللي هي قويه وقويه بزاف بحال اللي شرت لي قبل، يعني بدايه النزول عن 1700، يا هذا يكون منطقه جيده يا للاستثمار في الذهب. وقبل ما نساليو هذه الحلقه هذه نمشي نضرب واحد الاطلال على ثمن ديال البيتكوين. كما اشرنا اليه يعني قبل البارحه يعني الى ثمن ديال البيتكوين خرج على نطاق هذا رايزينغ ويج باترن، فان هذا سوف يكون مؤشر سلبي لحاله البيتكوين، فلهذا اخواني اخواتي يجب ان نحذر مره اخرى كما قلنا الله يخليكم. والان كما كتشوفوا يعني في هذه الايام ربما تكون عندنا واحد الحركه هوريزونتال، والواحد خاصو يرد البال لان يمكن يكون عندنا واحد النزول قوي، يعني انا فارجح بان يكون هناك نزول في الايام المقبله، فلهذا الله يخليكم واحد خاصو يرد البال. ولهذا فلا باس الا تكلمنا على مناطق الدخول، كما كتشوفوا يعني بالنسبه لنا اخر مقاومه في هذه المنطقه تقريبا يقدر يكون واحد يعني بالنسبه للاشخاص اللي عندهم تداول سريع لمده بضعه ساعات ولا يوم، يعني يقدر يكون واحد البونس هنايا واللي يشكل يعني واحد مناطق الارباح يعني تقريبا واحد 600 ولا 800 ديال الدولار. والأسوأ الحالات اذا كمل البيتكوين حاله النزول، فأسوأ الحالات
في ثمن 1700 دولار، فربما يكون يعني يكون الأسوأ نقدروا نوصلوا لهذه المناطق هذه ديال تقريبا 1400 دولار، وهذه تكون منطقة جيدة وجيدة بزاف للاستثمار على المدى البعيد. هذا كان واحد التحديث سريع على ثمن البيتكوين والذهب. واحد الحاجة نبغي نعاود نشير لها مرة أخرى، هو أنه يعني البورتفوليو ديالكم ولا بد خاص يكون تقريبا فيه من 15% حتى 20% ديال الذهب، لأن الأشهر وربما السنة القادمة يعني يقدر يكون هناك حالة ركود، وهذا يعني بأن ثمن الذهب ربما يكون عنده واحد صعود قوي وقوي جدا اللي يمكن يحقق لنا أرباح جيدة وممتازة. الله يخليكم، واحد الحاجة غنبغي نعاود نركز عليها بزاف بأن هذه ماشي نصيحة استثمارية، أنا فقط كنبغي نشارك معكم الآراء ديالي بالنسبة للأسعار اللي يمكن يوصل لها لا البيتكوين ولا الذهب في الشهور القادمة. ومرة أخرى شكرا لكم للمتابعة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.